بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة لحدوث حالات مطرية في العراق بدأت من يوم 22/12 خلال السنة نهاية السنة الماضية، تم التوجيه من قبل معالي الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين كميات المياه اللي موجودة بالجداول والأعمدة الرئيسية للأنهار وأطلاق الأهوار والتدريجي للمناطق اللي انحسرت عنها المياه خلال الموسم الصيفي، بعد أن تم الاستفادة من مياه الأمطار لإرواء الأراضي الزراعية اللي داخلها ضمن الخطة الزراعية. حقيقة مركز انعاش الأهوار ومن خلال الإدارات اللي موجودة بالمحافظات وأيضا بالتنسيق المستمر مع تشكيلات وزارة الموارد المائية، قام خلال فترة العام 22 بتطهير مغذيات وجداول الأنهار المغذية للأهوار، وهذا موضوع طبعا بدينا بمحافظة ذيقار ومحافظة ميسان، وكان الغاية منه هي تأمين استدامة بقاء السكان المحليين وعدم هجرتهم. السكان المحليين مثل ما يعرف الجميع هم مربي جاموس وصيادين الأسماك، أيضا هذا الموضوع حقيقة خدمنا أثناء فترة الوفرة المائية اللي حثت بعد الأمطار. أيضا مركز انعاش الأهوار يقدم خدمات على مدار العام للسكان المحليين عن طريق تأجير سيارات حوضية أو وجود سيارات حوضية أيضا تقوم بتوزيع المياه للمناطق اللي لم يصلها مياه الشرب مجانا. أيضا لدى المركز محطات تحلية للمياه الجوفية أيضا يتم تقديم خدماتها للمواطنين من خلال قنواتكم المحترمة، ونوجه نداء للجميع من أجل ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الثروة المائية وعدم الهدر بها وتقليل آثار التلوثات البيئية من أجل عبور العراق فترة التغيرات المناخية وفترة قلة الشح المائية.